السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدنا نبدأ بالفاير وول تبعنا. الفاير وول يعني موضوع حساس جدا بأي شبكة، يعني مش يعني شيء غريب وشيء مش منيح يكون معرض أجهزتك كلياتها للإنترنت، خاصة حاليا. ويعني في عنا عدد كبير وعدد هائل من الفيروسز، من الروت كيتس والأشياء هاي موجودة بالإنترنت. فأنت يعني الفايروول بس عبارة عن، خلينا نحكي، أول ليفل بالدفاع تبعك في مواجهة هاي الأشياء، اللي هي يعني هو أول واحد بس مش الأخير. خلينا نحكي الفايروول، فبدك تبني سياستك على أساس، إذا كنت طبعا ما في عندك أي سيرفيسز داخل الشبكة تبعتك، فأكيد كل شيء بدك تمنعه. أي باكت جاية من الوان راح تمنعها. طبعا أنت راح تسألني، طيب شو بالنسبة للأشياء اللي أنت بتطلبها من الإنترنت؟ يعني أنت لما تروح على موقع معين تطلب منه يعمل داونلود، طب مش هاي البيانات راح تيجي لعندك وأنت عامل فاير وول؟ راح تعمل له يعني إنه يعمل دروب لكل الباكتس اللي جاية من الوان. لا، انا بحكي لك في اشي اسمه ستيت. فالستيت هون، هاي الستيت، هذول الستيت والستيت سمري هي ستيت تبعت الباكيتس. يعني انا لما يطلع باكيتس من عندي من الشبكه بيعملها مارك انه هاي ريليتد استابليشد كذا. يعني انا عملت استابليشمنت، انشات الكونكشن او ريليتد، يعني انا هاي متعلقة بشيء من الاشياء اللي انا طلبتها من الانترنت، على اساسها بسمح لهاي البيانات تمر من الوان وتفوت عندك على اللان او على الدي ام زي. بناء على هاي المواضيع، اللان بتقدر تتكلم مع الوان، بتقدر تتكلم مع الفايروول، لكن الدي ام زي ما لازم تقدر تتكلم مع اللان، او ما كمان بجوز ما تقدر تتكلم مع الوان، بس تقدر تتكلم مع النت مباشر، ما تتكلمش مع الفايروول. بناء على هاي المواضيع بدنا نيجي نتكلم عن الفايروول. طبعا الفايروول، يعني انا كنت بدي اتكلم عن النات، لكن النات بالوضع الطبيعي عندك بالبي اف سنس اصلا هو مبرمج انه يعني يجهز لك كل شيء، فانت هون مش بحاجة. يعني هذول انا ضفتهم، لكن هاي البورت فوروردينج، فعشان هيك انا راح الغيهم كلهم، نعملهم ديليت علشان ننشئهم من اول وجديد. يعني عشان ما تفكروا انه عملنا شيء ما حكينا عنه، فانا هيك ما في عندي اي بورت فوروردينج. البورت فوروردينج هو اللي بيسمح للبيانات تدخل من النت على ال، يعني تحولها لاحد الاجهزة الموجودة عندك داخل شبكتك. طبعا هاي الاوت باوند احنا عاملينه اوتوماتيك. ليش؟ لانه البي اف سنس مبرمج على اساس انه يعمل انشاء لكل الشبكات الداخليه اللي عندك ويعملها فوروردنج على الوان ادرس، سواء بالنسبه للاي بي سيك اي سكام، او سواء بالنسبه لباقي البورتس او ديستنيشن بورتس. فانت ما في داعي تهكى الهم حاليا موضوع الناتينج نهائيا. ليش؟ متى بنهكى الهمه او متى بنتكلم عنه؟ لما نتكلم عن البورت فوروردينج. فننتقل للرولز. الوان ما في عليه اي شيء، طبعا هاي راح نلغيه، نعمل اوكي. طبعا هون الان ما في عندي اي شيء. متى بيكون في عندي شيء؟ يعني هسا انا بقدر يعني اتكلم مع النت والدليل لو اجيت هون ودخلت على البينج، نعمل بينج ل هو شو ياهو موجود. طيب جرب نعمل بينج لياهو. فانت شايف هون انه في عندي كونكشن، هاي اي سي ام بي ايكو ريبلاي وصلت لعندي، مش بس من ياهو، يعني من اي شيء من النت. لكن يعني احنا قسنا هاي، انت بتقدر freesoftwarefoundation.org. وانا عندي يعني باقي النت كله شغال عندي. الان بما انه انا كل
يعني قادر اني اتكلم مع النت، ليش انا ما عملت بلوك لل للبرايفت اي بي ادريسز؟ لانه انا اصلا موصول على برايفت اي بي ادريسز، فلو ضفتهم يعني لو اجيت هنا على جنرال سيت اب ودخلت هنا وحكيت له لا مش الوان عذرا، لو دخلت على الوان وحكيت له بلوك برايفت نتوركس، ف يعني ما رح ممكن تفشل يفشل اتصالي بالنت. بتقدر انت تضيفهم زي ما بدك، لكن احنا رح نرجع على الرولز ونتكلم هنا. الوان ما رح تحتاج تضيف عليها اي شيء اذا ما كان عندك سيرفيسز داخل البيت. اللان مباشره بس انت تشغل الاس اس اتش بيفتح لك البورت 22 مباشره، انتي لوك درول هاي مباشره بتفتح، وهاي كمان بتفتح لك اول ما تعمل كونفيجريشن للجهاز تبعك. زي ما احنا اذا بتتذكروا مباشره بس عملنا اساين لانترفيس اي بي ادريسز مباشره شغل الويب كونفيجريتر، فما في يعني داعي تعمل اي شيء هون. بيبقى عنا ان ندخل على الدي ام زي، يعني هذولا انا اللي بدي احكيكم اياه، انه هون كل الاشياء هاي اللي انتم شايفينها هاي باي ديفولت موجوده. يعني اللي عملته هو التالي هون، انا علشان من الدي ام زي خلينا نحكي كان عندي سيرفرز، كان عندي مستخدمين، اشياء مثل هيك، علشان يحصلوا على الدي ان اس سمحت لهم يوصلوا على الدي ان اس على الانترفيس تبع الفاير وول اللي هو الدي ام زي نت. وعلشان بدي اعمل بلوك من الدي ام زي نت لكل اللان ادريسز، لكل اللان اللي هي انريستريكتد. اللان تقدر تتكلم مع الفاير وول، مع الويب كونفيجريتر، مع الاس اس اتش، فانا بدي امنع الدي ام زي انها تحكي مع اللان. كمان بديش الدي ام زي نت تحكي مع الفاير وول نهائيا الا بس على البورت 53 اللي هو دي ان اس، هو باي ديفولت. يعني ما راح انت تحتاج انك تسمح للدي اتش سي بي سيرفيس انها تشتغل. فيعني نقدر نحكي الدي اتش سي بي سيرفيس بيلد ان وشغاله 100% وما في داعي تعملها اي شيء. بدك تسمح اخر شيء الاو اول باكيتس، بس انت بتمنع بعدين تسمح لكل شيء انه يمشي بكل سهوله وسلاسه. هاي كل يعني الفاير وول او كل الاعدادات اللي انت بتحتاجها لشيء بسيط يعني عندك في البيت. هاي بالنسبة للفاير وول روز. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.